سلام انا نازل. سلام. أوف. ايه الملل ده؟ الو شاهي، وحشتيني كده يا وحشه. شهر ما اشوفكيش. عشوه في مطعم سمك النهارده في اسكندريه. انت عارفه ان انا بحب ده قوي، بس مش هينفع. مفيش يا ستي، جوزي محرم عليا النزول الا في ويك اند بس، وبعدين هايدي لسه راجعه من الحضانه ودخلت تنام. ما انا عارفه ان احنا هنروح ونرجع سد رد زي زمان، بس بقولك البنت نايمه ومش عارفه هتقوم امتى. طب قولي لي بيعمل ايه كمان؟ الشوربه اللي انا بحبها. واو بجد. طب بصي انا هقوم اجهز دلوقتي واصحي البنت، بس بليز بليز نروح ونرجع بسرعه، عشان بجد لو هشام عرف هتبقى مشكله، وهي بقى بصراحه مش ناقصه. اوكي يا حبيبتي، يلا باي. هاكلكوا حتي دين اكل السمك من الاخر، مش هتنسوها. هنعرف دلوقتي ونشوف. ماشي. هايدي. نعم يا ماما. اوعي بابي يعرف ان احنا رحنا اسكندريه، بعدين يزعل مننا احنا الاثنين. اوكي اوكي يا ماما، ما تقلقيش، انا فهمه ان احنا كنا بنعمل شوبينج زي ما حضرتك قلتي. شطوره حبيبه مامي. حبيبتي طالعه على مامي بالظبط. يا ستي ما انتي السبب، احنا واقفين هنا ليه الاول؟ عشان نجيب شويه شوكولاته وسناكس عشان الطريق طويل. يا ضايعه. طب اتفضلي يلا. يلا.